كما نظمت وزارة الثقافة وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الفنان نادر الجرادي دون تسويف أو مماطلة في القضية، حيث لم يفصل فيها أو لم يفصل فيها القضاء حتى الآن، فيما لا تزال جثة الفنان الجرادي في ثلاجة المستشفى. انقطع وتر العود وتكسر حين صوبت طلقة الموت باتجاه العازف وغادرت روحه إلى بارئها، فيما الجسد لا يزال في ثلاجة المستشفى في انتظار القصاص العادل من الجاني. وقفة احتجاجية جديدة تنظمها وزارة الثقافة بمشاركة زملاء الفنان نادر الجرادي وأهله ومحبيه للمطالبة بسرعة تحريك ملف القضية في المحكمة دون تملص أو تسويف. قضية نادر الجرادي ليست قضية نادر فقط، وإنما قضية جميع الفنانين اليمنيين، سواء كان ممثلين سواء كان فنانين غنائيين. فإذا لم يتم يعني استعجال القضية، قضية نادر الجرادي، فأنا أقول ليس فقط الفنانين هم من يستهدفون، وإنما أي روح بشرية راح تستهدف، وكأنهم يعني أماكن للقنص. أي انتهاكات أو إيذاءات أو مضايقة تتعرض لها الفنانون، أنا أعتبرها إنها اعتداء على مساحة الجمال المفترضة في بلادنا، لأنهم يشكلوا هذا الجمال ويشكلوا هذا الإبداع، والفنون الإبداع هي ترقى بالشعوب. المحتجون عبروا عن استيائهم جراء تأخر سير العمل القضائي للجريمة التي اعتبروها قضية رأي عام تستهدف كل مبدعي اليمن، ومثلت خروجا عن العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة التي تحترم وتعظم مقدار الضيف وإكرامه. جريمة الفنان القدير نادر الجرادي تعتبر جريمة نكراء، ليست لا من عاداتنا ولا من تقاليد الشعب اليمني الذي هو موصوف بإكرام الضيف وحماية كل إنسان في أعرازه، فهي جريمة يستنكرها جميع الأوساط الشعبية. استنكار واسع للجريمة بعد محاولات فاعلي الخير والوسطاء إنهاء القضية والقبول بالأحكام القبلية، غير أن أهالي وأقرباء وزملاء المجني عليه أكدوا أن القضاء هو كلمة الفصل في الحكم على الجاني وفق شرع الله. قضية الفنان نادر الجرادي الذي انتزعت حياته عدوانا وباطل، أتمنى أن تكون للدولة وأجهزتها الرسمية فعل حقيقي في هذا، وألا تكون مؤسساتنا الرسمية ظاهرة إعلامية أو صوتية. تتحول الأفراح إلى أتراح نتيجة حالة غضب تسرع في الإقدام على شيء جنوني كقتل النفس التي حرم الله، لتسبب بعد ذلك بإسقاط دمعة طفل يتيم فقد والده وأم فقدت فلذة كبدها، كل ذلك نتيجة لحظة تهور وساعة طيش ما كانت أن تسبب بكارثة لولا ضيق الصدر وعدم الصبر. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. بدأ المركز الوطني للتعامل مع الألغام وإدارة التوعية